هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. شو؟ أطفالنا موجودة؟ أنا جاهز. تحدينا موجود؟ أنت اسمع، اليوم اخترت لي أسامة، سوري بدي أحكي لك إشي، يعني طبعاً. ما تفكرني شايف حالي إشي، بس اخترت لي تحديات مش مظبوط، يعني أنا معلومات عامة حسيت حالي قوي فيها، وأنا هون حاسس حالي قوي. ليون بس بعطي هيك إمبريشنز، بحكيش، ما عمره واحد فينا سمع صوته في البرنامج، أوكي، بس ببتسم، وابتسم الابتسامة إنه جد حألعبك على الوحدة ونص يعني يا نديم. طبعاً بدنا نرحب بألعب واحد بطقس العرب، ليون طقس العرب، ليون طقس واللي بتحدى كل ضيوفنا. راح نشوف السكور تبعك كم راح يكون، وإن شاء الله يا رب تفوز، وأتمنى أنك تفوز وتكون أمورك كلها مية. طب هلأ بس تخلصوا كل الحلقات، ويعني إذا أنا طلعت أعلى سكور ترجعوا بتجيبوني؟ ممكن نرجع نجيبك، نعطيك وجبة من الشف. لا لا، إيش أقوى؟ لا بعطيك عشرة شخصين إن شاء الله. حلو. هو فعلا ببلغوني انه صاحب اعلى سكور راح يكون له درع من طقس العرب بكل الضيوف. تمام. طب اسمع اسامه، راح احكي لك شغله، راح العب هيك، هاي بسموها المسك الصينيه، المسك المقلعه، هاي عامل حالك مقلع. راح امسك طيب. المسك الصينيه. اسمعني بس عشان تكون داخل بجو التحدي وتعرف شو التحدي تبعنا بشكل مفصل اكثر. لازم تلعب تغلب ليون طقس العرب وتجاوب على اسئله نوعا ما ممكن نحكي عنها اسئله جريئه، أسئلة تستدعي التفكير، وممنوع توقف تطلع عليه وتجاوب، بدك تضلك تلعب. الموضوع فيه أسئلة كمان. طلع على ليون والعب، أوكي، بدك تغلبه وتجاوب على أسئلتي. طب لازم لا قديش اللعبة؟ لا كم؟ يعني أنت، أنا بأي لحظة حأوقف، يعني مش مشكلة، أنت بس اسمعني، يعني أنا بس أوقف وأقول لك سيدي هيك خلص التحدي تبعنا، وقتها نحسب السكور. في تحماية، بدي أذكرك شغلة، إذا في سؤال من الأسئلة ما عجبك تقدر تحكي باس، أوكي، أول مرة بدون ما تخسر ولا أي نقطة، ثاني مرة تقدر تحكي باس بس من خسرك نقطة. أوكي، جاهزين شباب؟ جاهزين. جاهز؟ 3-2-1 يلا شباب. نديم كيف حالك؟ تمام. السؤال الأول 1-0 لليون. اوكي كويس، هاي على تمام. نديم اشرح لنا شو نقطة ضعفك بالحياة. العب. يلا 2-0 لليون. 2-0. التأخير. التأخير، ليه تتضايق من التأخير؟ احسب. 2-1 لنديم. اوكي لليون. عندي ولا عندك؟ 2-1 لليون، بس 1 ليلك. اوكي، ليه بتحبش التأخير؟ لا انا بتأخر، مش انا ما بحبش التأخير. مالك العجبك يا زلمة. 3-1. اوكي، وصلت لعمر 39 سنة ولحد الآن مش مرتبط، شو السبب؟ بكل وضوح. التأخير. 3-2. بدك تجاوب لشو السبب او بتجاوب باس؟ حكيت التأخير، يعني مش التأخير، تحكيلي مش مقتنع بالزواج. عم بقول لك انه انا بتأخر بطبيعتي، اذا واحد بتأخر بطبيعته اكيد بده يتأخر بالزواج. بده يتأخر بالزواج. 4-2 الارسال مع نديم. يلا مش مشكلة، يلا ما في ولا اي جواب اقنعني الى الان. 5-2 لليون. ما عجبك اجوبتي؟ اوكي، بكل صراحة انت صريح؟ صريح عن جد. اكثر شخص بتغار من نجاحه مين؟ ما عندي غيرة. كيف ما صراحة؟ كلياتنا بنغار من بعض. والله انا مش كثير بغار، انا بالعكس بنبسط للناس. 6-2 النتيجة، مش كثير بتغار. ببين علي اذا مش عم بحكي الصحيحة، بس جد انا بنبسط للناس لما جد النجاح. العب العب وشرح. العب وشرح. العب وشرح. انت ايش مالك تنبسط للناس الناجحين؟ طبعا. طب يا اخي معقول جد في حدا في الاردن بنبسط للناس الناجحين؟ انا شخص ايجابي. 6-3. انا جد شخص ايجابي بنبسط للناس الناجحين. حلو ممتاز 100%. مش حكي جرايد. السؤال اللي بعده، إن عرفت كثير أنت ودروزة بمجال الدعايات. صحيح. صحيح؟ أوكي، نجحتوا، اشتغلتوا، عملتوا كثير شغلات مع بعض. تكون صراحة نديم. راح أوقف سؤال قبل ما نبلش اللعب، لازم تلعب وتكون تجاوب على السؤال. ما عمرك فكرت تنفصل عن محمود دروزة وتستقل بشغلك؟ لا والله أبداً، لأنه محمود بصراحة العكس، أنا ومحمود بنضيف لبعض كثير. يعني أنا جربت من زمان نبلش. قبل محمود يعني بنكون مع بعض الساعة 3. لا قديش اللعبة بالضبط؟ احنا قاعدين في شغلانة اشي. يعني انا جربت الشغل بدون محمود ومع محمود، ومع محمود كتير احسن، فليش بدي افكر هيك اشي؟ حلو، لانه بنضيف لبعض، نعطي طاقة لبعض، نعطي افكار لبعض. 10-3. طيب احكي لك شغلة بكل صراحة، حسيت حالك فشلت بالستاند اب كوميدي؟
لا ابدا بالعكس انا بحب الستاند اب، بس انه مش حاسس هلا في كثير ستاند اب بالبلد، مع اني انا كثير بحبه كثير بحب شعور الستاند اب، بس مزبوط ما قدم لي الستاند اب قد ما انا توقعت منه. طيب اوكي، يعني بجوز لو كنت ازنخ، كمل 11 4. ازنخ شخص مفكر حاله كوميدي وبيعمل كوميدي بالاردن مين؟ مش خاطر على بالي. باس. كيف معك؟ حلو، خليت الباس للوقت الصح. دبلوماسي ما شاء الله عليك. حلو 100%. هاي حسبتني فيها. اوكي، عندك ولا عندي؟ مع او ضد الاردن مقبرة الناجحين والممثلين والاعلاميين؟ طبعا لا. ليش؟ لانه الناس بتحكي مرات يا اسامة انه والله انا لو اني انا لو اني ببلد تاني كان ابصر شو بصير. انت لو انك ببلد تاني يعني مثلا ممكن يقول لك انا لو بامريكا كان صرت هيك، اذا انت ما انت بامريكا في 300 مليون يعني في لو لندن هاي مش محسوبه. في 300 في 300 مليون نسمة بامريكا، يعني انت بدك تنافس 300 مليون بدك تحكي لي انك بالعكس ممكن هون فرصتك احسن. حلو، فبرفض هذا الكلام. ترفض هذا الكلام؟ حلو، بالعكس يعني كان السؤال. خلاص كمل، خد نفس، خد نفس، مش مشكلة لأنه في سؤال قوي جاي عندك. قديش النتيجة؟ بهدلني اليوم يا زلمة. 12-6. لو أغير المسكة بجوز يتحسن وضعي أنا والفلسفة تاعي. 12-6. يلا لعيب أنت نديل. أوكي. بكل صراحة في كثير شغلات أنا سألتك سؤال، هذا البارت الثاني منه. في كثير ناس بيقولوا هذا عم بحسب لي النقطة؟ احسبوا لي 13-7. يلا العبوا شباب عشان أسأل نديم. السبب اللي مش بخليك تتزوج انك نسوانجي. مين مطلع على السبعة؟ لا شو نسوانجي 14-7. ايه عندك ولا عندي لهذا؟ نسوانجي؟ بتغير السؤال. ضل معي باس ولا لا؟ بس بين الجواب خلاص. باس باس بس خسرت نقطة. يعني قد ايه هيك النتيجة يعني صارت؟ يعني بديش اخذ باس يعني عادي عادي طبيعي اشتغل طبيعي والله حلو 100%. مش لا عادي بعتبر حالي. طيب العب بعرفش شو تعرف. اخر سؤال معنا لليوم. لوين مفكر تضل مكمل؟ رح تضلوا تسوي دعايات طول حياتك؟ حتضل تسوي دعايات؟ والله بصراحة يا اسامة مش شايفه ضعف؟ سؤال قوي. يعني بصراحة احنا كثير بنحب الشغل اللي عم نعمله بدعايات وعم ببرز وعم بحبوه الناس، بس برضه لازم نرجع نركز على شغلنا اللي بلشناه بالكوميدي وعندنا هلا هاي السنة اشي مع رؤية، فان شاء الله تمام بنشد بهذا المجال ان شاء الله. اوه ستوب خسرت 16-6. انت خسرت بفارق 10 نقاط. بس قبل شوي كانت 7. انت قلت 13-7. ما انت خسرت نقطة مقابل الباس تبع نسونجي. صح. ممتاز 6. اوكي، هاي النقطة اللي انت او النقاط اللي انت جبتها. اقيمك جيد جدا باللعب، جاوبك على الاسئلة يعني 100%. ما حد بطول مع عيون هالقد. جد رهيب. انا لو عارف كان جبت معي بلوزة ثانية عرفت. انت عرفت من السؤال نسونجي. بالنت 100%. لا لا بس حلوين الاسئله صراحه ما شاء الله عليك، وان شاء الله اكون صريح. عن جد كنت صريح بصراحه. عن جد بالعكس يعني امورك 100%. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.